اولا اشكر فرونت لاين على هذا اللقاء اللي يجمع اغلب المدافعين على حقوق الانسان ويسمح لنا باش نتبادلوا التجارب. هذا شيء مهم جدا ومفيد ويعطينا دفعه ويعطينا شعور بالتضامن. نتمنى باش يزيد يتواصل ويزيد يتوسع اكثر. لو تيمونياج الشهاده نتاعي الحقيقه كاين مدافعين وناشطين سياسيين مسجونين طلبوا مني اتحدث باسمهم. عددهم كبير جدا، ما راحش نذكر كل الاسماء، راح نكتفي ببعض الاسماء. كاين كمال الدين فخار، كاين حجاج نصر الدين، كاين كروشي نور الدين، كاين سوفغالم قاسم، كاين بوراس حسن. هؤلاء ومجموعة كبيرة في ثلاث أشهر تم سجن حوالي أكثر من 60 مواطن في الجزائر لأنهم عندهم رأي عبروا به رأي فقط. والسجن تاعهم تم بخرق القانون. أنا كمحامي وكرئيس رابطة ومحامي بعضهم يعني وقفنا على خرق للقوانين في توقيفهم وفي سجنهم وفي توجيه تهم. أحيانا العقوبة تاع هذه التهم يمكن أن تصل إلى الإعدام. فهما أبوا إلا أن يوصلوا صوتهم إلى هنا وإلى أماكن أخرى حتى الناس اللي راهم في نفس الوضع يشعروا بهذا الشيء، وحتى أنه حتى يحاولوا يتضامنوا معهم، وهذا أقل شيء. وأؤكد لكم أن التضامن مفيد جدا. ولكن ما عندناش فقط ناس مسجونين في الجزائر، عندنا كذلك ناس مضطهدين. وناخذ مثال تاع مناضل معنا في الرابطة في المكتب الوطني واسمه تشيكو مراد. هذا طرد من العمل نتاعو بقرار شخصي من مدير العام للحماية المدنية في الجزائر لأنه أنشأ نقابة مستقلة باش يدافع على حقوق لي بومبي يعني عمال الموظفين تاع الحماية المدنية في الجزائر منذ 10 سنوات، وهو مطرود من عمله بقرار شخصي من مدير العام للحماية المدنية تحت غطاء تعليق العمل وليس طرد. ولكن رغم أنه وفي ظل عدالة غير مستقلة تمكن من أن يربح كل القضايا اللي كانت ضده في الجزائر، إلا أنه ممنوع من العمل إلى اليوم. تشيكو مراد يعاني من ظروف اجتماعية نتيجة لهذا التعليق تاع العمل تاعه مدة 10 سنوات، وفي الأخير ظروف صحية لأن لا أحد يستطيع أن يقف في وجه المدير العام للحماية المدنية في الجزائر حتى العدالة ويضمن له مكانه في العمل مكانه حقيقي يعني طبيعي. هؤلاء وكثيرين آخرين في الجزائر يعانون، ويعانون بعضهم في صمت، وبعضهم يعانون ولكن ينسون معاناة تاعهم ويشتغلوا لفائدة آخرين كما الحالة تاع تشيكو مراد. 10 سنوات وهو محروم من العمل تاعه، ولكن من هذا لم يمنحه أن يناضل في الجانب النقابي وفي جانب حقوق الإنسان لفائدة الآخرين. وتشيكو مراد حل كثير من المشاكل رغم المعاناة تاعه. لهذا هما طلبوا مني أن أقدم الشهادة نتاعي، الشهادة نتاعهم في هذا المكان لأنهم يصعب عليهم باش يجيو. ولكن في نفس الوقت حبيت نقول كحقوقي وكمناضل في حقوق الإنسان في الجزائر أن السلطة في الجزائر فوق التعسف الميداني كل يوم فهي تغير القوانين حتى تصبح هذه القوانين تتيح التعسف في استعمال السلطة. يعني الآن السلطة تنتج قوانين تسمح لها بتقنين التجاوزات وبتقنين الاعتداء على حقوق الإنسان بنصوص مكتوبة والأمثلة كثيرة. ويمكن إذا كان فيه مجال باش نتواصل مع بعض الرفقاء هنايا نقدم لكم تقارير تفيد هذا الشيء. والشيء الخطير في الجزائر هي أن السلطة تمكنت من عزل المجتمع والحقوقيين تقريبا عزل شبه تام عن المجتمع الدولي، فلا تقارير يمكن أن تصل
ولا تضامن ولا أي شيء. ولهذا أشكر يعني هذه أشكر السامعين والحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله.